عندي سؤال نتمنى تجاوبني، هل الجزائر فرنسية أم روسية؟ إذا كانت روسيا، علاش فرنسا أول مستثمر اقتصادي في الجزائر؟ إذا كانت فرنسية، علاش نجيبوا السلاح من الروس مش من فرنسا؟ سامي دوك، شت السوق هذا كامل كما قالوا في كرنفال في دشرة، ما تلقى الدواء غير عندي أنا. كما قالوا الدواء تاع الجرب تاع العقارب تاع بوا نضحكوا. شوف دابور الجزائر مش فرنسية متروبول، الجزائر فرنسية استعمارية. دوغول لما قرر أنه يوضع حد ويحول الجزائر من استعمار كلاسيكي إلى استعمار حديث كان عنده إشكال. الإشكال وشي هو؟ لما هذه المنطقة الجغرافية اللي عندها 1400 كيلومتر على البحر خط، وبليرولياف عندها 1600 وحاجة، اللي عندها عمق لتحت خلاص قريب ألجي طمنراس بعيد على ألجي لندر، شكون الدولة اللي كانت قادرة تدخل للجزائر وتستثمر فيها؟ سي الماريكان. داير أول مشروع جاء استثماري للجزائر حقيقة كانت على أمريكا مع فرحة عباس. سي دوغول اللي خبى الجزائر في وسط سكون أبل الاشتراكية، خباها عند الروس، لأنه في الوقت هذا كسي سامي كان لوطا أمريكان والإنجليز وكان فارسو لو باكت دو فارسوفي، مي فرنسا كانت ماهي في فارسو ماهي في لوطا. داير صرا ان انسيدون خطرا نطق بريجناف قالهم يفو سورتو با فاشي لا فرانس، سي اون فاش لا فرانس ال ريسك دو باسكولي فير لوطا، فرنسا دخلت لوطا مع ساركوزي. دونك دوغول باش يغارديها للمستعمرين الحقيقيين خباها من لي امريكا، خباها عند الروس. دونك الاشتراكيه كان اختيار نتاع دوغول ماشي اختيار نتاع الثوره. الجزائر تشري سلاح من عند الروس، سي اون باغاتيل، باسكو الدراهم اللي تشري بهم الجزائر السلاح منين جاوا؟ من لا فيسكاليتي، من الجبايه نتاع واش تدي فيه فرنسا. دونك الروس كيما يقولوا من الشا ذكرها، مي سيتي لو بري ا بايي باش ما يجيش الماريكان ويدي الجزائر، لانه كانت ريفاليتي كبيره بين الماريكان وفرنسا الديغوليه. داير مام سي دوغول اي لا فرانس كي سي توبوزي باش الانجليز تدخل لا كوميونيتي دو لاسي اي دو شاربون اي لا كوميونيتي اوروبيان، فرنسي ولي لانسيتر دا كوميونيتي اوروبيان، باسكو يل كونسيديري بلي الانجليز كانت رجل تاع الماريكان. دوغول ما كانش غلط، لو بريكسيت لو بروف، كي لحقت للصح مالت الانجليز للاتجاه تاع الماريكان تو سامبلومون. الجزائر خباوها، الجزائر ماهيش روسية. البعد الاستراتيجي الآخر، فرنسا تعتبر من دول كيما يقولوا حنايا الويست بالعربية، الويست شنو بالعربية الويست؟ الغرب. كيما نحطوا دي زاجون، كاين بلاد اجون، بلاد كاملة تخدم اجون، بلاد كاملة الدور نتاعها ان تكون في معسكر معين باش تمد مرآة على المعسكر هذا كيفاش، والمعسكر الاخر على باله بصحية تاني تعطيه مرآة نتاع الاخر واش محتاج من المرايا الاخرى. جيسبر سامي دوك جاوبتك، مي الاختيار سيتي سا، الجزائر ما هي فرنسية تاع فرنسا هذه اللي عايش فيها انا، فرنسا تاع المستعمرين، تاع المستعمرين اللي قعدوا فيها، اللي قعدوا فيها وهما ديما يتهاوشوا مع لا ميتروبول ساعه ساعه تضارب المصالح بيناتهم. شغل كيما تقول، كيما تقول زوج خاوه وساعه ساعه يتهاوشوا. هذه هي فرنسا تاع باريس وفرنسا تاع الجزائر، يا دو فرانس سيتو. لكن عجبت فهمت الاجابه تاعي، ماذا بيا تجاوبني؟
جالس انا بغيت نزيد نعاقب نزيد نفهمها بالك. هو الى الجزائريه نورمال هو يفهم. شاكيب خليل لما سرق اون طيب يسير دروبي ام بي كيف لا فاصون اتراك الى لوسي دي بوتوا وين هرب؟ هرب للمريكان. دونك شاكيب خليل تحميه الامريكان. دونك الامريكان الا في ديزانتيري في الجزائر اطراف شاكيب خليل. المينيستر بن بوزيد كي ريستي 20 على تيت دو 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 ليديوكاسيون في الجزائر وديك ديك ليديوكاسيون اون جامي تي انكيتي تناسب مع بوتين. جنرالات تقريبا الولاء تاعهم فرنسا. دونك الجزائر انديريكتومون مزوجين بها شحال من واحد باسكو فيها 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 خداعين مخدوعين. دونك كل واحد وعنده ولاء للدولة. دونك اللي عنده اللي كيما قال لك الدوله اللي تنجب بلاصي امينيت ولا جينيرال تاعها في الجزائر. علاش اليوم رانا حابين باش الجزائر البوفوار روفيا او بوبل ونغدو البوفوار روفيا او بوبل. هادو لي جينيرو هادو اللي ما يديكوش يديروا واش راهم دايرين وما تجي لا فرنسا لا الملكة لا الروس لا حتى بلاد ما تحشيها لنا. يورا لانتيري دو بوبل كي فا بريمي افون تو لانتيري دو لا ناسيون. عندك الحق حسين لانتيري دو لا ناسيون سي بوركوا حنا عم دايرين ثوره باه تستقل الجزائر. فوالا نشري السلاح منين حبيت ونخدم السلاح اللي حبيت ان شاء الله نخدموا احنا كما قلت عندنا شوفوا وعندنا فكرتني وعندنا دي ميليتير دو 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 كما قال لك اللي عندهم في الراس اللي بالعقل بالعقل. حسين فكرتني في حكايه في اون هيستوار نحكيها صرات دون لي زاني وقت بومدين. لافياسيون خاصه لافياسيون تاع العسكريه الطيران العسكري يحتاج لليبريفيون زيوتات زيت. ديفلوبيو ان بروغرام مع سوناتراك وقدروا يخدموا لي لوبريفيون نتاع لي زافيون تشاس. على ليبوك سيتي لي ميك 17 و 21 كي جات بور لي زابروفيزيونمون مع الرواسه الجزائر قال لهم بون لي لوبريفيون زيت سي بون ما زيت نشريو الزيت باسكو نخدموه. الرواسه ما كسروش لي صنم قالوا كلمه واحده اون فراز واحده فيها زوج كلمات اربع كلمات باد لوبريفيون باد بنو. دونك المشروع نتاع الزيت اي تي ابوندوني باسكو كون ما نديوش الزيت ما نقدروش نشريو البنوات. أو البنوات سيرتو تاع ليبوك أشاك براتيكمون أتيريساج ولا زوج البنو تهزو طيشو تبدل واحد آخر. هادي باش تعرفو سكون أبل الإستعمار التكنولوجي مبداش من درك. يعني نبيع لك ونحتم لك سيرفيس أبري فونت ونحتم لك لابياس ديتاشي تديها كاملة ونحتم لك هادي مصالح اقتصادية.